الاهتمام بالمباني وتأهيل المباني ورفع كفاءتها لن ولن يكتمل إلا بالاهتمام بالعنصر البشري والكوادر البشرية. تدريب الكوادر البشرية أصبح نهج بتنتهجه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، يمكن أبرز هذه القطاعات القطاع الطبي. إيه اللي بيحصل جوه المجمع الإسماعيلية أو المجمع الطبي في الإسماعيلية من تدريب للأطباء، ومش بس الأطباء، كل العاملين في هذا المجمع الطبي وهذا الصرح الكبير؟ ده اللي هعرفه من ضيفي دكتور محمد عماد الدين، المشرف العلمي للمجمع الطبي في الإسماعيلية. دكتور محمد، في البداية برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. طيب، عايز حضرتك في الأول تعرفنا على أنواع التدريب اللي بيتم تقديمها سواء للأطباء أو للموظفين، وخلينا نبتدي بالأطباء عشان يمكن هم اللي عليهم الحمل الأكبر في الموضوع. الحقيقة في الأول أنا أحب أشيد بكلام حضرتك إن البلد فعلا بتهتم دلوقتي بالعامل البشري، وفي يعني مقدمة الاهتمام ده بيكون البشر اللي هم بيشتغلوا في المنظومة الصحية اللي بتتعامل مع الإنسان نفسه. فإحنا هنا في المجمع طبعا ده في السنتر بتاع الاهتمام بتاعنا، وبنعمل دورات تدريبية وورش عمل مستمرة سواء للأطباء أو التمريض أو الطاقم الصحي كله من موظفين وحتى المهندسين الطبيين وإلى آخره. طيب، خليني أبدأ مع حضرتك يا دكتور محمد بالأطباء. يمكن أنا عرفت من دكتور عادل إن في أجهزة جديدة دخلت المستشفى، فأكيد بيتم على أساسه التدريب على هذه الأجهزة، ولا حضراتكم عندكم أنواع تدريب مختلفة؟ المجمع فيه أحدث الأجهزة الطبية، وإحنا بندرب الدكاترة في برنامج الزمالة، وده توجه الحقيقة معالي الوزيرة ووزارة الصحة كلها إن أماكن تقديم الخدمة بيكون فيها تدريب طبي مستمر وأبحاث، وده جديد على وزارة الصحة لأن ده كان دور الجامعة الرئيسي، فابتدى الفكر ده ينتشر دلوقتي في الوزارة، ودي حاجة جميلة جدا لأن المكان اللي فيه تدريب وفيه بحث ده مكان يعني بيطبق آخر المعايير العلمية والطبية في العلاج. فالأطباء اللي هنا المتدربين بيخشوا في برنامج اسمه الزمالة المصرية، وده بيأهل الطبيب في نهاية البرنامج ان هو يكون استشاري في تخصصه. التدريب بيكون على عمليات مثلا ولا على أجهزة ولا ايه؟ وكم عدد الأطباء اللي منضمين لهذا التدريب في المجمع؟ هو الأجهزة جزء من الموضوع، بس طبعا التدريب بيكون على التشخيص وعلى العلاج، وأحد وسائل العلاج بيكون استعمال الأجهزة طبعا. إنما التدريب بيكون تدريب طبي متكامل، سواء على طرق التشخيص أو العلاج أو رعاية المريض بشكل عام يعني. طيب حضرتك برضو التخصصات المختلفة طبعا. حضرتك قلت لي برضو في سياق كلامك إن التدريب لا يشمل فقط الأطباء، بس بيشمل كمان الموظفين والعاملين والتمريض. بيتم تدريبهم على إيه؟ ويمكن نقطة التمريض دي برضو نقطة في غاية الأهمية. الحقيقة إحنا التمريض طبعا بيدربوا طبعا على التمريض الجراحي والباطني ورعاية المرضى في العناية المركزة وأنسون، اللي هو الشغل الطبي بتاعهم، بالإضافة لأن إحنا بنسأل الموظفين أو التمريض أو الأطباء حتى على إحساسهم إيه الحاجات اللي ناقصاه، وأكوردنج بنرتب لهم برامج تدريب. وإحنا الحقيقة عملنا يعني بنرتب دلوقتي الدورة لتدريب المدربين نفسهم اللي بيدربوهم، لأن في حاجة اسمها TOT اللي هو Training of Tutor of Trainer، فإحنا بنرتب دورة بحيث أن كل المدربين يكونوا حاصلين على الشهادة دي. طيب، وفيما يتعلق بالموظفين؟ الموظفين برضو نفس الكلام، الموظف في تخصصه محتاج ان هو يتدرب، سواء موظف مالي، حسابات، مخازن، كل ده يعني التعليم المستمر سواء طبي او غير طبي ده من الحاجات اللي بترفع مستوى الكوادر في المكان وبتحسن الخدمة وبتزود رضا المنتفع او المريض من الخدمة نفسها، وده هدفنا الحقيقة. لأن دلوقتي خدمة التأمين الصحي الشامل دي خدمة بنقدمها لمنتفع، مش لمجرد مريض جاي، ده واحد دافع فلوس تكلفة الخدمة دي سواء من الدولة أو من جيب.
دكتور محمد عماد الدين المشرف العلمي للمجمع، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، وإن شاء الله يعني في مزيد من النجاح والتقدم فيما يتعلق أكيد برفع كفاءة العنصر البشري، لأن هو ده فعلا الأسد أو الاستثمار الحقيقي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا يا فندم جدا، وشرفتونا.